إذن لك أبو كرم الاحتفاليات تفضل. عايد بس اسمعني شوي بس على السريع الله يخليك، تعطيني أبرز شو في أبرز أبرز ملامح حفل الاعتزال. جميل، قبل ندخل في الملامح أبو كرم، القدوم أو التذاكر الحاضرة لهذه المباراة حجزت تذاكرها مبكراً، والآن ما شاء الله تبارك الله بدأت تتوافد الجماهير، يعني تذاكر جميعاً نفذت للحضور لهذه الأمسية الجميلة والتي نحتفي من خلالها بالكابتن ياسر القحطاني في مسيرة العطاء والتميز الرياضي. الآن بدأت الاحتفالات مبدئياً لهذا الاحتفال قبل وصول الكابتن ياسر القحطاني المقرر في السابعة مساءً. أعطيني ملامح عاير، شوفي بالحفل، أعطيني بس بسرعة، قلت لك الله يخليك. الملامح بكل تأكيد هناك لاعبين يعني عالميين حضروا حتى الآن، الكابتن سامي الجابر، كابتن محمد الديع، اللاعب كاماتشو، ولي هامسون، ليونغ بيو، والعديد من الأسماء الكبيرة حضرت. صراحة أبو كرم خليني أتحدث معك في غموض شوي من ناحية الاحتفالات، لأن راح يكون هناك مفاجآت راح تطلق مع دخول الكابتن ياسر القحطاني إلى أرضية الملعب. طيب شكرا لك عايد.